طريقة الحصول على إنترنت مجاني في تركيا وأنت راكب الباصات أو المترو أو أي وسائل نقل طبعاً العامة الحكومية، بس تفتح الواي فاي على كلمة IPB، تمام؟ هاي الشبكة تفتحها وبعدين راح تعطي على خيار قيد، تعطي على خيار قيد. بعد ما تختار خيار القيد هو راح يحولك على صفحة يطلب منك بس رقم الجوال زائد إيميل زائد اسم اسمك وزائد اللقب، وبعدين بعد ما تخلص هاي المعلومات تعطيه على الخيار الصح، تمام؟ تضغط على هاي اللي جوا وبعدين تعطيك كيد اول بالازرق وخلاص انه راح تتخزن، وبعدين تسجل دخولك بشكل والنظام تحط رقم الجوال وتحط الشفرة اللي اجتك برسالة، تمام؟ تمام. بعد ما تحطها ندخل المعلومات، بعد ما دخلنا المعلومات نعطيه نحط الرقم جوال، نحط الشفرة اللي اجتنا برسالة وتعطيه على الخيار قريش اب. بعد ما ضغطنا على الخيار جريتش اب راح تفتح لنا صفحة بهذا الشكل، فقط تضغط على الانترنت مكتوب باشلا يعني بدأ الانترنت وخلاص، وتنتظر قليلا. حاليا صار عندك انترنت مجاني عن طريق الواي فاي وبشكل مثل ما قلنا لكم مجاني عن طريق الشبكة IPP. طبعا راح نجرب الانترنت، بس تفتح طبعا اي مثلا يوتيوب او اي شيء نجربه راح تشوفون الانترنت شغال من دون اي مشاكل. بس حبينا نفيدكم بهذا الامر، واذا حد عنده اي سؤال او استفسار حطوني بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.